الإخوة الأخوات السلام عليكم. كما كتشوفوا معايا هذه هي الألويفيرا كتسمى بالصبر أو الصبار، فهي فيها ألف نوع، يعني ألف نوع في هذا النوع، هذا واحد ربعة أنواع هما اللي صالحين كيتستعملوا في العلاج، وفيها واحد أنواع سامة من بينها واحد النوع اللي غتشوفي في آخر الفيديو، داك النوع هو اللي سام ما كيتستعملش في هاد العلاجات. هاد الألويفيرا هذه استعملتها كليوباترا في يعني وصفات تجميل منذ عصر الفراعنة، وسموها الهنود الحمر يعني بعصا الجنة، ويعني في الحضارة ديال اليونان سموها دواء كل شيء. هاد الألويفيرا هذه فيها 6 مواد مكافحة للبكتيريا، وفيها استخدمت في الحرب لعلاج الإيدز والسرطان، وتفيد يعني في علاج الحروق ويعني حرقة حروق الشمس وحروق النار، وتفيد في علاج يعني تفتيح البشرة ومشاكل البشرة، تفيد في لدغات الحشرات مثل الناموس والنحل، ويعني كتفيد في علاج الكدمات الزرقاء والطفح الجلدي، وأيضا حب الشباب والعدة الوردية. هذا التأليل وتفيد في علاج التجاعيد والأكزيما، وكتستعمل تساقط الشعر، مشاكل ثروة الشعر وجيل ديال الشعر، والجهاز ممتاز ليه في بما فيه القولون. المفاصل ممتازة لهم، تحتاج كمادات على المفاصل، وكتهبط السكر حيت هي مرة، أي حاجة مرة كتهبط السكر، وكتفيد في علاج الربو والكوليسترول. كنهضر على الألويفيرا كيما هي، وتستعملها مع الحمية الغذائية، ماشي شي مخضر كيبيعو شي وحدين كيدعي بأنهم شركة ديال الألويفيرا، وكيستعملو وكيفعلو وكيتركو، وللأسف طبل لهم بعد أخصائي أو من ينصبون أنفسهم أخصائيين. ويعني هذا يعني الشيء ديال الألويفيرا تستعملوها كما هي، ما كاين شركة لا سيدي بوزكي لا مولاي بيه، فاش واحد الشركة كتجيب لك واحد الصابون مصاوب بالصودا وبالانكول وتقول لك هذا مصاوب طبيعي، بين هذا كيتسمى من باب الاستحمار، هذا من باب الاستحمار. يعني هذا الامر، هذا استعمل الألويفيرا كما هي مع الحميه الغذائيه، وما تثقش بشي واحد قال لك راه كاينه منتوجه صناعه طبيعيه وكتصاوب فيها شركات الالف. اول شيء داك البلاستيك اللي كتستعملو الشركه راه داخل في تلوث ديال ديك الألويفيرا. والسلام عليكم الى حلقه اخرى ان شاء الله. الاخوان الاخوات السلام عليكم. كما كتشوفوا معايا هذه هي الألويفيرا كتسمى بالصبر او الصبار.